روح روحوا فينيسيوس بسميرة من هذا عطيه من دي من دي. يا يلا الله. بسميرة، يلا بسميرة. حلو حكومة. أوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخوان، حياكم الله. اليوم رجعنا لكم يا اخوان بعد بعد غياب يا اخوان طويل. والله طويل اليوم، والله اشتقنا، اشتقنا للملوك اوروبا، اشتقنا للريال والله وللمباريات بشكل عام. طبعا اليوم بدأ موسم الريال فعليا، اليوم مباراة كاس السوبر الاوروبي ضد فرانكفورت بطل اليوروبا ليج. كمان الاحد بلش السبت برشلونه بيبدا نعم. الليغا الساعه 10 مع رايو فاليكانو، مساء، والاحد ريال مدريد مع الميريا بالضبط. ريال اليوم كالعاده تشكيله الدوري الابطال. اليوم انشيلوتي يفاجئ الجميع ويصدم الجميع بالتشكيله. نعم روديجر خلانا على المندي. لا لا بالعكس، يصدم الجميع بالتشكيله، كروز ومادريس وكاسيميرو كالعادة، الجميع كالعادة بالتشكيل يا زلمة، اقسم حل عنهم يا زلمة، ولا يغيروا. وينك؟ ولا مستعد مندي، مندي ما هو مستعد يقعد على الاحتياط كالعادة. التشكيلة المثالية يعني ينزل ياكوب مقياتشا ومني يعني واحد منهم مستحيل. هو من لعبة جوفانتوس التحضيرية قال راح تلعب نفس التشكيلة أيوة اللي نعم لعبة جوفانتوس، واللي هي تشكيلة نهائي دوري الأبطال كالعادة، تشكيلة مفضلة نعم لأنشيلوتي. وليتش كروس كاسميرو وفالفيردي، قدامهم فينيسيوس بنزيما ورباعي خط الدفاع، وراهم الاخطبوط اخطبوط كورتوا. جيت تقول كايلور نافاس عيفنا يا رجل، هذا الحارس يا بني كمان جاء ثلاثية دوري الابطال والله كمان. هاتوا يا اخوان من اللايك واشتراك بالقناة تفعل جرس الاشعارات عشان تصيركم كل جديد. بلشت يا اخوان الملحمة الكروية، بلشت طبعا احنا اليوم جايين مشان نغسل عار برشلونة يا اخوان، ما ننسى هذا الحكي ابدا، نغسل عار برشلونة يا هذا القميص. يا احنا غسلنا مع باريس ومع ليفربول ومع تشيلسي ومع سيتي ومع اليوم مع فرانكفورت ومع روما ومع ما بس مع مين يا رجل، احنا بس نغسل العار. والله يا زلمه والله ما يصير يا اخي، انا انفرطت وجوه ما اقدر اتحمل يعني، ما زبط يا معلم يا رب. وقت شو هالشوطه يا اخي يا حمري، حتسيبه ويسيبه يا اخي، مو شوطه هاي والله، مو شوطه وكتيبه شاله من الزاويه ارضيه اعطيه ساعته يشوط وصاروخ شاطه. رده فعل كورتوا مو طبيعيه، ارضيه وكورتوا ضعيف بالعرضيات. ها شاطه ارضيه يعني نقطه ضعف كورتوا ايوه ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، بس بس دينك يا تيبو. رده الفعل مو طبيعيه، بس كيف يجي الطابع على غلط دفاعي؟ ما فهمت انا الحالة. فرانكفورت يا زلمة والله بيلعب الفريق، انا بيلعب يا زلمة، شوف شوف هذا كمان يقول لك نعطيهم الامل من اجل الحياة ونقتلهم في مقتل ونضربهم في مقتل. ابلع ولا ابلع ولا ابلع خاوة نضربهم في مقتل. يا عمري على الباص وكمينديك يا اخي، اركض ما بيها شيء طلع من ورا وكمندي، هذا مندي العاهه وكرجح هارجح تراجع، ما ينفع يركض، ما ينفع يركض. يا الله هذا عالي على كرة القدم مو بس على ريال مدريد. بس مين اللي عليها كروس ولا مولج؟ ما شاء الله على الباص، ترى بلش الضغط ها من الريال. مفروض ترفع خالفوت انت، يلا فالفردي يا حمدي امشي امشي. هلو. ابو ابراهيم يا رب هني بيني يا رب يا رب يا رب مرمى يا اخي، لازم بنزيما شايل هني نجاد والله كبرادة ورب حلال عليك تصدي الموسم ما شاء الله. فهد فرد شفت والله يا سلام يا سلام يا الله مين اللي جينا الاثنين ضربة الحارس، وين راح هذا الطش انت يا زلمة؟ اوكي انا حارس والله يا حارس، شوف وين راح الحارس، شوف الكرة تضرب اجلين الاثنين وتطلع يا معلم. والله مين اجى هذا اللاعب يا الله، من النبع نبع نبع مثل النبع يا اخوان نبع. الله حرام فين ودك تاك هذه روح الفار، هاي بانه تيك تاك دخيل الله مرتدة يا رجل. شكلها جول بنزيما، خليك ماشي بيها ما في ماشي بيها ليش يا وصل الحارس يا الله. يا ابو سميره وين حطها؟ وش اللي يعمله ابو سميره؟ ابو سميره مش طبيعي،
يا عمري ابو سميره حاضها بالزاويه. والله الحارس شوف الوانتو شوف الوانتو شوف الوانتو. يا الله حرام. اعطيني اللقطه اعطيني دي بشلون جابها وطجتها صعبة على الحارس. شوف تلها ابو سميره. يلا ركنيه يلا يا كروس بنزيمة. جول يا ويلي جول بلاد علبة علبة يا كبير يا ويلي خاوة ولا مين حطيها بالزيمة؟ واحد صفر بنزيمة اللي نطح كاسمير ولا بنزيمة؟ يا كاسمير يا بنزيمة يمكن حكومة. يا عمري يا عمري يا عمري على الريال والله ما جابوا يا عمري على مدريد ما في فاول بك بنزيمة اللي نطحها هناك من الركنية مو رفعت بنزيمة نطحها اجى كاسمير هنا. ايوه ها ابو ابراهيم هون ما فيها شيء. نعم ما فيها كاسمير هون. يا عمري يا عمري على الفيلم والتيكي تاكا شوف طار فوق الجميع. ابو ابراهيم خطفها خطف. الله عليك يا كاسمير. يا عمري على الريال ما ادري ايش ولا لعيد. يا سلام كله بالراس يا معلم. ما بي الراس اللي تجيب الكاس هاي حرام عندي بطن ما بدها تفوت يا زلمه. هاي تبع فينيسيوس شلون جاب الحارس ما بعرف هاي وهذيش كمان شلون وحده اللاعب شاله وحده الحارس شاله. حلوه 1-0 للريال. انا برايي انه تقوموا تنامون انتم البرشلونيين يا اخي توكل طلع لهم جول. كمان هم لاعبهم طالع لهم جول وحارسهم طالع لهم جول والسيطره لنا حبيبي. ما يخطر لك دخيل الله حبيبي. انت اليوم شوف الفريق شو هذا بيقول طابوبي. انت اليوم امام نادي خبره انت مو بالسهوله هاي تقول مستحيل مستحيل بايده. شوف ليها بايده مو بايده شوفها ولا بايده مو انت زرعت بيد مين يا جماعه والبيد لاعبهم يا اخي يمكن اطحها بايده لاعب من هو كروس ابو ابراهيم. يا الله وكليش لا كيف ضيعها؟ اليوم مو يومك يا عمري. ليش يا عمري؟ مو بالعادة يا بنزيمة. شوف كيف كروس حطيه؟ حطها على رجله بكرة بتاركها بالمسطرة والقلب. ليش ما عطاها لفينيسيوس؟ يا الله شلون طلعت شلون؟ مستحيل حد ما له بالعادة يأنن. يلا معليش 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 بنزيمة معليش. يا الله كان 2-0 والباي باي. والله باي باي يا ربي. قلت لك احنا بدنا 3 يا 4. شو وصلت البايرن؟ مين البايرن هذا؟ من مين؟ سالفة البايرن في ريال ما عدى أنا أدري طرقهم 6 هذول. روح أدخلي بايرن مايرن. أنت قاعد تعيش على وراء هذا المبرمج. روح فينيسي أبو إبراهيم شوط كاسميرو. مكانه الله اكبر الله اكبر. ما هذا الفن والتيك تاك الله اكبر. هبط جبلة لا خليه هذا وداد الام دير لي بالك عليه. الله اكبر طاش الريال وخسروهم. فاول ما في له حاله يا سلمى. فاول ولا بدنا نجيبها خاوه ولا لحاله. يلا اشكون الريال حسن متشلبوا عليهم. خلاص حميت الماكينه. خلاص حميت المايد. صفر الحكم يا اخواني. نهايه الشوط الاول. نهايه الشوط الاول تقدم 1-0 ديفيد علابة. ايوه لنادي التاريخ. نعم. ابو ابراهيم بيضيع فرصتين اهداف محققه. فينيسيوس هدفين محققين وكانت فرصتين كمان لفرانكفورت. ايوه نعم. كورتوا تصدى لها. نعم. شوط اول ممتع فرص كثيره. نعم. في اثاره 1-0 مستحقه للريال. نعم. ان شاء الله الشوط الثاني نجلدهم 2-3 ان شاء الله. ان شاء الله استكمال. ايوه يعني هي المتعه يعني استكمال المتعه وغسل العار. ايوه نعم نعم. واستعادة شرف اسبانيا. نعم 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 نعم. سحب لي عليها الجول. حلو راحت مندي معلم. حتى عادي ضحك حلو بيني ماخر جول. يو سدد وجهه مكانه. يا الله الكرة صدت اللاعب وجهه على المكان. الكرة بتعاند فيني. نعم نعم. الكرة بتعاند الريال. تعاند فينو بتعاند الريال افضل. الريال اخطر. الريال مستحوذ مسيطر بالطول بالعرض. لازم حرام لازم يحطوا هدف ثاني.
لا يريحوا يا زلمة على الأقل. حلوة كاسميرو. لا العارضة يا الله على العارضة يا الله. الكرة تعاند الريال يا جماعة، كرة تعاند عم تعاند، الكرة تعاند الريال والله قام تعانده والله. باليسار عارضة يا الله، كسر العارضة كاسميرو بوم. عارضة شلون تهز بيسيوس من هذا العطية مندي يلا بسميرة يلا بسميرة حكومة. اوه جولاتو 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 يا ويلي. الحكومة لديكم لا خوف عليكم. خاوة ولا خاوة بلعب خلاص قرع عليه بنزيمة بين الشوطين شافه ما ادفع تدخل قرع عليه مثل مندي وكاريوت والرايق ويدير سوني قرع عليه ذيب سلل ما فيها شيء العب ما فيها شيء ما فيها شيء ان شاء الله ما فيها شيء ما في شيء الدفاع على النص بسميرة صدت يا رجل صدت يا أخي أنت ده صدت بشكل ما صدت بوسنيت العزام ما صدت يا أخي شوربة هذا العارس يا أخي قلت لك هذا ترامب كل سكة هذا هو ولا جلاتهم الحارس ولا أبو إبراهيم على إسوسو يا عمري منو هاد ينزل رودريجو فماش حاجة فماش حاجة بنزي مودريتش أيوة نعم. تعرف شو هاي بتسلل كراسي كشباب هاي التقنية الجديدة ما مش فما حاجة فما حاجة فما حاجة ما يعرفش فما حاجة ما يعرفش جميل جدا على الطاير فالفردي فما حاجة ما نعرفش الله شوط فالفردي اجرك نار اجرك مدفع شوط الله يا فالفردي حلو حلو يا الله ظبطت حلوة 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 يا رب حلوة يا فلفل حلوة من فلفل اي والله والله فتح وجبها المباراة يا اخوان بعد الهدف ابطال ابطال بعد الهدف الثالث غير تقول نعم ما ظل المباراة استسلام والريال خلاص حبي هدي اللاعب عنده مباراة لا حبي الدوري نعم. ودل كمان نزل الفريق كاس جديد الكاس البطولة الرابعة ب 2022 بعد السوبر دوري ودوري ابطال و واليوم بطولة جديدة قلت لك حتبلعوا اليوم للملوك وهزيمة فرانكفورت ايوه وغسل عار اسبانيا وشرف واسترجاع شرف اسبانيا ترجع شرفك بالدوري حبيبي احنا ما جينا ولا خاوة ولا شوفك بالدوري احنا اوروبا كلها صارت تحت قدمنا بين واضح ابلع يعني الصراحه خيو المشجع المدريدي ما عاد ظل نفس بكرات القدم خلاص انا لازم يشوف له غير رياضة ايوه انا اعتزلت كرة سلة كرة اليد الطاولة الشطرنج يشوف له غير مهنة غير حرفة يا رجل 8 سنين 5 دوري أبطال ما له نفس اللاعبين على كرة القدم يا رجل خلي الدوري لكم بعباتي أبو إبراهيم اليوم برفع الكاس اليوم هو كابتن الريال الأول بعد رحيل مارسيلو للأسف اليوم ألمانيا بيضاء يا إخوان ليس سوداء اليوم يا أخي فرق جودة فرق على رئيس الملعب فرق وين دنيا يعني وين أهلها يعني فرانكفورت لعبوا بالشوط الأول لعبوا لهم 10 دقائق مقابل الشوط الثاني خالص هون تبينك الفرق بين بطولة دوري الأبطال وبطولة الأوروبا ليج يعني وين الفرق ألف مبروك العشاق المارينجي والعشاق ريال مدريد يا إخوان وهارد لك العشاق برشلونة وعشاق فرانكفورت هارد لك لجمهور برشلونة وجمهور فرانكفورت يوم الاثنين سواء كانوا بالتشجيع نعم للأسف جمهور برشلونة كل ما يدخل على فريق نعم بيصيبه بالعين دخلوا على باريس نهوا على هم دخلوا على السيتي خالص دخلوا على تشيلسي خالص دخلوا على الليبر تم الامل الوحيد هو الليبر للاسف اليوم فرانكفورت لا احد الميريا ما هو كل مباراه
ما بتشجعوا بكره راي فيك. لا تنسوا يا اخوان لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الشعارات عشان يصلكم كل جديد. تحياتنا لكم والسلام عليكم.